السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي الأعزاء، بناتي العزيزات، نلتقي مجددا مع درس من الدروس اللغوية بعنوان اللازم والمتعدي اثنان، الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. هذا الدرس ينتمي للوحدة السادسة للمجال الفني الثقافي. وقبل أن نشرع في شرح هذا الدرس، لابد أن نتذكر جميعا أن الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر هي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تنقسم كما قلنا إلى قسمين، أفعال قلبية أو أفعال القلوب، هذا القسم الأول. القسم الثاني أفعال التحويل. أفعال القلوب التي بدورها تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أفعال اليقين ستة، وهي رأى، علم، درى، وجد، ألف، وتعلم بصيغة الأمر وتدل على ما يتيقنه الفاعل، وتحقق وقوع الحدث بنسبة 100%. أفعال الرجحان ثمانية، وهي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ظن، خال، حسب، هذه الأفعال يمكن أن تكون للظن واليقين معا. القسم الثاني زعم، عد، حجى، جعل بمعنى ظن، وهب بصيغة الأمر تفيد رجحان اليقين على الشك، أي ترجيح بمعنى تغليب وقوع الحدث بنسبة تفوق 50% وتقل عن 100%. ثم لدينا القسم الثاني وهو أفعال التحويل سبعة، وهي صير، رد، اتخذ، ترك، وهب، جعل، اتخذ، وتدل على التصيير وانتقال الشيء من حال إلى حال. ويمكن القول أيضا الصيرورة أي تحويل المفعول الأول من حالة إلى حالة أخرى. وفي هذا الدرس سوف نرى الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. من بين هذه الأفعال أفعال المنح والعطاء، وكذلك أفعال بمعنى الإخبار والإعلام. لاحظوا معي جيدا هذه الأمثلة: أعطى الغني الفقير مالا، إذا أعطى هو الفعل والغني الفاعل، الفقير مفعول به أول ومالا مفعول به ثاني. سنزيل الفعل والفاعل وسوف نرى الفقير مال، إذا هل الجملة مفهومة؟ لا، إذا أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبر، ليس كما رأيناه في الدرس السابق مثلا حينما قلنا ظننت الأب مسافرا. إذا حينما أزلنا الفعل والفعل قلنا الأب مسافر، إذا الأب هنا أصبح مبتدأ ومسافر خبر، وبالتالي أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. هنا لا نستطيع أن نقول ذلك، الفقير مال إذا جملة غير مفهومة غير واضحة، إذا أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. منح المدير الموظف مكافأة، إذا منح الفعل، المدير الفاعل، الموظف مفعول به أول، ومكافأة مفعول به ثاني. إذا أزلنا الفعل والفاعل سنقول الموظف مكافأة، إذا جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. الجملة الثالثة ألبس المحسن المحتاج ثوبا، إذا ألبس الفعل، المحسن الفاعل، المحتاج مفعول به أول، وثوبا مفعول به ثاني. إذا أزلنا الفعل والفاعل سنقول المحتاج ثوب، وبالتالي هي جملة غير مفيدة، إذا أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. الجملة الرابعة كسى الفنان اللوحة رونقا، كسى الفعل، الفنان الفاعل، اللوحة مفعول به أول، ورونقا مفعول به ثاني. إذا أزلنا الفعل والفاعل سنقول اللوحة رونق، إذا جملة غير مفهومة وغير مفيدة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. الجملة الخامسة سأل الخليفة زرياب البقاء ببغداد، إذا سأل الفعل، الخليفة الفاعل، زرياب مفعول به أول، البقاء مفعول به ثاني. إذا أزلنا الفعل والفاعل سنقول زرياب البقاء ببغداد، لا يمكن، إذا جملة غير مفيدة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. نصل إلى الجملة الأخيرة ضيق قاعة العرض أذاق الجمهور المرارة، أذاق الفعل والفاعل ضمير مستتر، الجمهور مفعول به أول والمرارة مفعول به ثاني. إذا أزلنا الفعل والفاعل سنقول الجمهور المرارة، وبالتالي هذه جملة غير مفهومة، إذا أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. نصل الآن إلى الاستنتاج، نستنتج أن أفعال المنح والعطاء كثيرة، وأشهرها سأل، أعطى، منح، كسى، أذاق، جزى، وهب.
وهي أفعال متعدية تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. المفعولان اللذان ليس أصلهما مبتدأ وخبرا لا يمثلان جملة مفيدة بعد حذف الفعل والفاعل، وهذا ما اتضح معنا من خلال هذه الجمل السابقة. وصلنا إلى أمثلة رقم 2. لاحظوا معي جيدا، هذا الجدول يتوفر على خانة الجمل الفعل، المفعول به الأول، المفعول به الثاني، والمفعول به الثالث. إذن هذه الجمل التي سوف نراها لدينا ثلاث مفاعيل. لاحظوا معي الجملة الأولى، أرى المعلم تلميذه الحل سهلا. إذن أرى هو الفعل، المعلم الفاعل، تلميذ مفعول به أول، الحل مفعول به ثان، وسهلا مفعول به ثالث. إذن إذا أزلنا الفعل والفاعل وأخذنا المفعول به الأول والمفعول به الثاني سنقول التلميذ الحل. إذن جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والمفعول به الثالث وقلنا الحل سهل، إذن أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الثانية، خبرت التلاميذ المرسم مفتوحا. الفعل هو خبر، الفاعل التاء المتحركة، التلاميذ مفعول به أول، المرسم مفعول به ثاني، ومفتوحا مفعول به ثالث. إذا أخذنا المفعول به الأول والمفعول به الثاني، التلاميذ المرسم، إذن جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والمفعول به الثالث سنقول المرسم مفتوح، وبالتالي أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الثالثة، أخبرتهم الزيارة منظمة. إذن الفعل هو أخبر، والفاعل التاء المتحركة، هم المفعول به الأول، الزيارة مفعول به ثاني، منظمة مفعول به ثالث. إذن سنعوضهم بالتلاميذ، التلاميذ الزيارة. إذن هنا جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والمفعول به الثالث سنقول الزيارة منظمة، إذن أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الرابعة، حدث الناقد الفنان التقليد ضارا بالفن. إذن حدث الفعل، الناقد الفاعل، الفنان مفعول به أول، التقليد مفعول به ثاني، وضارا مفعول به ثالث. إذا أخذنا المفعول به الأول والمفعول به الثاني سنقول الفنان التقليد، إذن أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والمفعول به الثالث سنقول التقليد ضار، وبالتالي أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الموالية، أعلمت التلاميذ الامتحان قريبا. إذن الفعل هو أعلم، والفاعل التاء المتحركة، التلاميذ مفعول به أول، الامتحان مفعول به ثاني، وقريبا مفعول به ثالث. إذا قلت التلاميذ الامتحان جملة غير مفيدة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والمفعول به الثالث، الامتحان قريب، إذن جملة مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الموالية، أنبأ الرسول الناس الأمير قادما. الفعل هو أنبأ، الرسول هو الفاعل، الناس مفعول به أول، الأمير مفعول به ثان، وقادما مفعول به ثالث. إذا أزلنا الفعل والفاعل وأخذنا المفعول به الأول والمفعول به الثاني سنقول الناس الأمير، إذن جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذنا المفعول به الثاني والثالث سنقول الأمير قادم، وبالتالي هي جملة مفيدة، إذن أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر. الجملة الأخيرة، نبأتهم الكبرى ممقوتا. إذن الفعل هو نبأ، والفاعل التاء المتحركة، هم المفعول به الأول، الكبرى مفعول به الثاني، ممقوتا مفعول به ثالث. سنعوضهم بالأولاد مثلا، إذن الأولاد الكبر، إذن جملة غير مفهومة، وبالتالي أصل هذين المفعولين ليس مبتدأ وخبرا. ولكن إذا أخذت المفعول به الثاني والمفعول به الثالث سأقول الكبر ممقوت، إذن هي جملة مفيدة، وبالتالي أصل هذين المفعولين مبتدأ وخبر.
نصل إلى الاستنتاج. إذن هذه الأفعال التي رأينا تسمى بأفعال الإخبار والإعلام. طبعا هي كثيرة، ذكرنا منها البعض مثل رأى وأنبأ ونبأ وأعلم وحدث وخبر وأخبر، وهي أفعال متعدية تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبر. إذن المفعول به الأول والمفعول به الثاني ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، بل المفعول به الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر. نصل إلى أتمرن وأطبق، والتمرين الأول يقول كون أو كوني ثلاثة جمل تشمل كل منها على فعل من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. طبعا يمكنني أن أستعين إما بأفعال المنح والعطاء أو بأفعال الإخبار والإعلام. التمرين الثاني، أعرب الجملة الأولى منح الله الطبيعة خضرة، الجملة الثانية أنبأ المراسل الصحيفة خبرا سعيدا. نكون بهذا أبنائي بناتي قد وصلنا لنهاية هذا الدرس. أتمنى من الله العلي القدير أن تكونوا قد استوعبتموه جيدا. إن أحسنت وأصبت فمن الله، وإن نسيت أو أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.